السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى المرصد الحقوقي والذي نرصد فيه أهم الانتهاكات وأبرز الانتهاكات للأسبوع الماضي. بداية من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان للفترة ما بين 8/1 إلى 14/1/2018، القتل 25 حالة قتل وتنوعت كالتالي: 10 حالات لمواطنين قتلتهم ميليشيا الحوثي، حيث كانت هذه الحالات أيضا متنوعة ومتعددة ووزعت على هذا النحو: 5 حالات قتل بقصف مناطق مأهولة بالسكان، 4 حالات في منطقة الضباب بمحافظة تعز، وحالة واحدة بمحافظة البيضاء. طبعا أعزائي المشاهدين، هؤلاء من سقطوا من المدنيين وليس من المقاتلين الذين يقاتلون الآن ميليشيا الحوثي. 3 حالات قتل لمواطنين بانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيا الحوثي في البيضاء ومارب، ودائما وابدا ما يدفع المدنيون الثمن جراء الالغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي في المحافظات او المناطق التي تنسحب منها. اعدام مشرف امني حوثي في جبهه دمت جبا وذبحه بالسكين باتهامه بانه على صله بالمؤتمريين. وايضا في حالات القتل، قاتل مواطن بحي الحصبة بصنعاء برصاص مشرف حوثي في نزاع شخصي بينهما، ودائما ما يسقط المدنيون أيضا ضحايا لعنف وجبروت مشرفي الحوثي في العاصمة والمحافظات التي سيطرون عليها. 4 حالات قتل لمواطنين نتيجة غارة خاطئة لطيران التحالف العربي، حيث استهدف سيارة محملة فحم وكانوا على متنها بمحجر الراعي جنوب حيس بالحديدة، أي منطقة المحجر وهي تتبع المخا، وهي تقع ما بين حيس والمخا، وهي منطقة صراع ومنطقة حرب. 3 استهدفت سيارتهم واشتبه انتماهم لتنظيم القاعدة بطيران الدرونز بمحافظة البيضاء، استهدفتهم طائرة أمريكية بدون طيار. أيضا 3 حالات قتل لم يتم التعرف على القاتل فيها وتوزعت على هذا النحو: مقتل شاب بقرية جرف إسبيل بمحافظة ضمار وسط انفلات أمني تشهده المحافظة منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها. وأيضا في حالات التي لم يتعرف فيها على القاتل، مقتل قيادي حوثي في منزله بمنطقة عسر بالعاصمة صنعاء في ظروف غامضة، ويتهم فيه طبعا بطبيعة الحال الميليشيا على اعتبار أن هذا المشرف وجهت إليه اتهامات من قبل الحوثيين. اغتيال جندي بمدينة تعز بقنبلة يدوية أثناء خروجه من منزله. ودائما ما تشهد تعز هذا النوع من الاغتيالات للجنود الملتحقين بالجيش الوطني. حالتي قتل كان المتسبب فيهما قوات أمنية تتبع الشرعية وهما كالتالي، نشوف: مقتل مواطن من قبل نقطة أمنية بسبب عبث أفراد النقطة بالسلاح في عدن، وطبعا هذه الحوادث تتكرر في عدن ومن هذا النوع بطبيعة الحال، العبث بالسلاح في النقاط، خاصة أن هؤلاء المجندين كانوا مدنيين ولم يسبق لهم التدرب على السلاح بشكل رسمي. مقتل جندي على يد زميله من أفراد الحراسة الأمنية بمستشفى الحزم العام بمحافظة الجوف على خلفية مشادة كلامية بينهما، وطبعا هذه نتيجة الحرب والضغوط النفسية للحرب على الجنود وعلى المدنيين بطبيعة الحال الذين شاركوا فيها. انتحار طفلة في محافظة عمران بسبب ظروف مادية صعبة لعائلتها، والكثير من حوادث الانتحار لأطفال شهدتها اليمن منذ سيطرة الحوثيين على السلطة واستيلائها على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات. الإصابات وتوزعت كالتالي: 19 حالة إصابة تم رصدها خلال فترة الرصد، 15 حالة إصابة لمواطنين المتسبب فيها ميليشيا الحوثي، 6 حالات إصابة بقصف مناطق مأهولة بالسكان، 6 حالات منها في البيضاء و4 حالات في محافظة تعز.
وهي لهذا الأسبوع شهدت الكثير من عمليات القصف من قبل الحوثيين لتعز وأيضا للبيضاء وأيضا لمارب، 4 حالات إصابة لمواطنين بانفجار ألغام أرضية زرعتها الميليشيا الحوثي في البيضاء وأيضا في إب وخاصة جهة دمت ومريس. إصابة معلمة بالطعن بآلة حادة في يدها وبعض الوغزات في ذراعها عندما اقتحمت ميليشيا الحوثي إحدى المدارس الأهلية في أمانة العاصمة بغرض التعشيد وتجنيد الأطفال، وفي هذه الواقعة تم تصوير الاعتداء واقتحام الميليشيا وميليشيا الحوثيين للمدرسة والاعتداء بالضرب على المدرسات وأيضا اختطاف عدد من الجيران هذه المدرسة الذين تدخلوا لفض الاعتداء. حالتي إصابة لم يتم التعرف فيها على الفاعل وهي أيضا كالتالي. طبعا هذه فقط الموثقة والتي رصدت بشكل رسمي. إصابة مواطن أثر تعرض سيارته لانفجار عبوة ناسفة بمدينة سيئون بحضرموت، وهذه طبعا عملية إرهابية استهدفت الطريق الواصل ما بين السوق وما بين المعسكر، وهي عملية ربما تلقي بظلالها على عودة الأمن في وادي حضرموت. إصابة مواطن برصاص مجهولين في عقبة شارع جمال بمحافظة تعز أو صعود الطلعة. وأيضا حالتي إصابة لمواطنين في نزاع قبلي بمحافظة حجة. التالي. الاعتداء الجسدي. حالتين وتم رصدهما للاعتداء الجسدي وسجلت على هذا النحو. حالة واحدة لاقتحام مسلحون حوثيون أو قيام مسلحون متشدون على ضرب مواطن وربطه على عمود إنارة في مدينة عدن، ويقال أن هؤلاء لديهم صلات بتنظيمات إرهابية. وأيضا ميليشيا الحوثي تعتدي بالضرب المبرح على مواطن سبعيني في مديرية الرضمة في إب. تفجير وتفخيخ المنازل، وهي من إحدى الجرائم التي يعرفها اليمنيون منذ مجيء الحوثيون في 2004. حالة واحدة تم رصدها خلال فترة الرصد وهي تفخيخ وتفجير منزل المواطن أشرف أحمد محمد غالب في منطقة الشقب بتعز، وهذه المنطقة كثيرة ما تشهد تفجير جماعة الحوثي للمنازل. قصف وتدمير بيوت أيضا جراء القصف عن بعد. مناطق مأهولة بسكان، 6 حالات قصفت بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي والتي توزعت كالتالي. طبيعة الحال تعز في مقدمة المناطق التي تقصف، وكذلك أيضا قصف منطقتين بمحافظة البيضاء. طبعا تعز 4 مناطق وقتل فيها أطفال ونساء أيضا. الاختطافات وتوزعت أيضا على هذا النحو. اختطاف حالة اختطاف نفذتها ميليشيا الحوثي في 18 حالة اختطاف نفذتها ميليشيا الحوثي، 6 حالات اختطاف للنساء في أمانة العاصمة وحجة، وكذلك أيضا اختطاف طفل في تظاهرة أقيمت بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء أيضا من قبل جماعة الحوثي. حالة اختطاف لناشط من جهة مجهولة بسبب اعتراضي على الميليشيا الحوثي التي اعتدت على النساء بمدير التحرير محاولة الدفاع عنهن. طبعا هو شحرة والمخاطف وليس جهة مجهولة، إنما الحوثيون بطبيعة الحال وهم الذين اعتدوا على المدرسة وهم أيضا معلومون. 5 حالات اختطاف لأصحاب محلات صرافة وابتزازهم ونهب بعض أموالهم بلغت مليارات الكريمي وبعض أيضا الصرافة، وأيضا قام الحوثيون بنهب أموال بالدولارات وأيضا باليمني من هذه المحال. 8 حالات اختطاف لأبناء أحد قيادة المؤتمر ووضعهم كرهائن لضمان عدم مغادرته صنعاء، وهي 3 حالات. ويقال من بين هؤلاء أيضا يحيى الراعي الذي كان يشغل رئيسا لمجلس النواب. اختطاف نجل أحد التجار في العاصمة صنعاء ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن دفع
فدية مالية للحوثيين بطبيعة الحال. الاقتحامات والمداهمات توزعت كالتالي: 15 حالة تم رصدها وهي على هذا النحو. اقتحام منازل مشايخ العصيمات بمديرة حوث في محافظة عمران، وأخذ أيضا رهائن من أبناء المشايخ بطلب الدفع بأبنائهم للقتال مع الحوثيين. اقتحام قرية بيت العولقي بمديرية دمت بمحافظة الضالع، وأيضا على خلفية اتهام الحوثيين لأبناء هذه المنطقة بالولاء للشرعية. اقتحام قرية البياض بمديرية خولان لإجبار الأهالي لدفع أبنائهم إلى صفوف ميليشيا الحوثي. وبطبيعة الحال الكثير من القرى في ريف اليمن يتم اقتحامها وطلب من أبنائها بالدفع بذويهم إلى القتال. فرض حصار على قرية بيت الأحمر في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وهي القرية التي ينتمي إليها الرئيس السابق علي صالح، والتي باتت منهوبة ومحاصرة من قبل الحوثيين، وكثير من بيوت صنحان يتم نهبها من قبلهم الآن. 9 اقتحام لمحلات صرافة ونهب أيضا أموالها وبلغت بالمليارات. انتهينا. اقتحامات والمداهمات: اقتحام منزل مواطن في أمانة العاصمة، وأيضا في إطار الاقتحامات اقتحام إحدى المدارس الأهلية بالعاصمة صنعاء والاعتداء على معلمات المدرسة بالضرب، وهي الحالة التي أصيبت فيها بعض النسوة، وأيضا تم اختطاف رجل من أمام المدرسة والذي تدخل لفض النزاع. نهب وإتلاف أموال وممتلكات خاصة وتنوعت على هذا النحو. 8 حالات تم رصدها لحالات الإتلاف والنهب. إتلاف سيارتين لمدنيين إثر انفجار ألغام زرعتهم ميليشيا الحوثي. طبيعة الحال في معرب وفي دعس. نهب محلين للصرافة من قبل ميليشيا الحوثي في أمانة العاصمة، أحدهم مصرف الكريمي. حالة واحدة لاحتراق منزل مواطن بسبب قصف ميليشيا الحوثي لمنطقة صبغ بناطع بمحافظة البيضاء، وحالة واحدة لاحتراق منزل مواطن نهب محل وحالة واحدة لاحتراق منزل مواطن بسبب قصف ميليشيا الحوثي لمنطقة وحالة واحدة نهب محل مفروشات في قرب مركز الكومين في أمانة العاصمة من قبل ميليشيا الحوثي. أيضا تالي أحد مشرفي الحوثي يبيع صرح جامع في حي زينب في منطقة شملان بأمانة العاصمة، وأيضا حالة واحدة أو حالتين عصابة مسلحة تنهب 2 كيلو ذهب و3 مليون ريال يمني كان بحسن أحد موزعي الذهب بمدينة تعز. تالي حرية الرأي والتعبير، والتي دائما ما انخفضت بسبب مجيء الحوثيين. إحدى الجهاز الأمني النسوي التابع لميليشيا الحوثي المعروف بالزينبيات على تظاهرة نسوية مطلبية بصنعاء واعتقال بعض المشاركات لنسوة حزب المؤتمر الشعبي العام، الذين يطالب بالإفراج عن ذويهم، وكذلك أيضا دفن الرئيس السابق وإطلاق أيضا أسرته الذين تحتجزهم ميليشيا الحوثي، إغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنع ممارسة أي نشاط للقناة داخل المحافظة بقرار من اللجنة الأمنية في تعز. نكون بهذا القرار وقرار إغلاق اللجنة وقرار اللجنة الأمنية بتعز لإغلاق مكتب الجزيرة بتعز، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة من المرصد الحقوقي. وفي الفقرة الثانية الحديث عن القمع للأقليات من قبل ميليشيا الحوثي كالبهائيين وكذلك أيضا كاليهود، فابقوا معنا.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والحديث لهذه الليلة وفي هذه القضية عن الاضطهاد الديني للأقليات في البلاد، ومنها طائفة اليهود الذين تعرضوا على أيدي الحوثيين للكثير من التعذيب والتهجير بداية من عام 2004 وتهجير يهود آل سالم وانتهاء بتهجير يهود ريدة، وكذلك أيضا اليهود النازحين في صنعاء، وتسبب الحوثيون في خروج بقية اليهود الذين عاشوا في اليمن لمئات السنين وخرجوا منها تحت ضغط وتهديد وتشريد الحوثيين، وكذلك أيضا اضطهاد طائفة البهائية والتي تتعرض للاعتقالات وللتنكيل، وكذلك أيضا الحكم بإعدام أحد أفراد الطائفة من قبل جماعة الحوثيين بالعاصمة صنعاء وهو حامد بن حيدرة. قبل الذهاب إلى التقرير أرحب بدكتور منذر الحوارات الباحث والمحلل الاستراتيجي، وكذلك أيضا الأستاذ علي المنصوب المحامي والناشط الحقوقي. أهلا بك دكتور منذر. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم. نعم دكتور، كمان نرحب أيضا بالأستاذ علي المنصوب المحامي والناشط الحقوقي، وكذلك أيضا أعزائي المشاهدين الترحيب بكم دائما وأبدا. نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود للاستوديو. يهود آل سالم من أوائل المجاميع اليهودية التي أجبرتها الميليشيات الحوثية على النزوح من قراهم في العام 2007 بعد أن خيرتهم بين القتل أو الرحيل، ما اضطرهم حينها للانتقال إلى العاصمة صنعاء. أعقبها ترحيل إجباري ليهود ريدة بمحافظة عمران، وهو ما دفع 19 يهوديا العام الماضي لقبول الانتقال إلى فلسطين المحتلة حفاظا على حياتهم. ولم يتبقى في اليمن حاليا سوى 25 أسرة رافضة الرحيل حسب تقارير صحفية، وهو ما حذر منه حقوقيون بمخاوف على سلامة أرواح الباقين بصنعاء من بطش الميليشيات الحوثية. في الرابع من يناير تحدث تقرير عن شن الحوثيين حملات اعتقالات واسعة ضد البهائيين شملت 56 شخصا بتهم تتعلق بمعتقداتهم، وعقدت جلسات محاكمة أسفرت عن حكم بإعدام زعيم الجماعة وسجن آخرين. وحسب شهادات أدلى بها بعض أقارب المعتقلين فإنهم تعرضوا لأنواع من التعذيب البشع لانتزاع اعترافات تحت التعذيب، منها التواصل مع شبكات مقرها تل أبيب. في أواخر العام 2011 بدأت الحوثية الحرب على الجماعة السلفية في دماج من منطلق عقائدي بغرض تصفية صعدة مذهبياً، ما أسفر عن سقوط أكثر من 71 قتيلاً و170 جريحاً. كما شنت حرباً ثانية أواخر العام 2013 في ظل حصار مطبق راح ضحيتها 207 قتلى، منهم 29 طفلاً و610 جرحى، بينهم 72 طفلاً. وتم تدمير 364 منزلاً وستة آبار ومستشفى علاوة على الأزمة الصحية الخانقة. وفي 16 من يناير 2014 هجرت جماعة الحوثي أهالي دماج البالغ عددهم قرابة 15,000 نسمة إلى صنعاء. أما جرائمها في حق طلاب دار الحديث في منطقة دار الحديث السلفية بمديرية كتاف في محافظة صعدة فقد بلغت 300 قتيل و500 جريح و420 أسرة مشردة، وتم نهب 150 منزلا وتدمير 19، كما فجرت ونهبت دار الحديث في آنس بمحافظة ذمار و13 دارا للقرآن الكريم في مناطق متفرقة. وفي 20 سبتمبر 2015 اقتحمت جماعة الحوثي جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بصنعاء المحسوبة على جماعة السنة، واقتحمت جامعة الإيمان مخلفة 12 قتيلا و23 جريحا. الجدير ذكره أن اليمن صادقت عام 1987 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضمنت المادة 18 من لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين.
فتضييق الحريات الدينية والفكرية ممارسات فاشية تنتهجها ميليشيا الحوثي ضد الفكر الآخر، تنسف ما تبقى من تعايش بالمجتمع، وتضع الحريات وكرامة الإنسان باليمن على المحك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وأرحب وأجدد الترحيب بالدكتور منذر الحوارات وكذلك أيضا الأستاذ علي المنصوب المحامي والناشط الحقوقي. بداية من لديك دكتور، وكيف تنظر إلى مثل هذا القمع والذي يرتبط عادة بهذه الجماعات الفاشية والعنصرية التي تقوم على أساس عنصري وتسعى إلى تجريف المجتمع من تنوعه وتعدده أيضا؟ نعم، أسعدت مساء ومشاهديك وضيفك. اليمن كما جباله المتنوعة والبحر وحياته وبيئته وتاريخه الغني بفسيفسائه التي يعجز حتى الآن عن المجتمعات العالمية عن قراءتها حقيقة وإعطاها حقها، كما هو شعبه متنوع يستطيع أن يتحدث عن تعايش مجموعات مختلفة من الناس بمذاهب وأديان وطوائف مختلفة. حينما تأتي جهة لتحتكر القوة والسلاح وبقوته وبعنفه تريد أن تغير هذه التركيبة الفسيفسائية من التنوع الديني والمذهبي والطائفي، وتريد نوعا واحدا ولونا واحدا، هي بالمحصلة تحاول أن تقتل المجتمع وتقتل طاقاته الإبداعية، مدعية أنها هي الحقيقة. لا يمكن لجهة واحدة في الدنيا أن تكون هي الحقيقة، ولا يمكن للسلاح مهما كبر ومهما كانت قوته ضارية وضاربة أن يلغي تنوع الآخرين. حاول الكثيرين عبر التاريخ أن يلغوا الآخر وفشلوا، بدءا من هتلر، هتلر ربما كان النهاية، بدءا من مئات الطغاة عبر العالم. هؤلاء الجماعة والفئة، أنا لا أريد أن أنقض تصوراتهم الدينية ولا المذهبية، لهم الحق في ذلك، ولكن عليهم أن يحترموا حقوق اليمنيين الآخرين. لا يعني أنهم في صراعهم ما يقولون أنه السياسي لهم يمتلكون المشروعية في إلغاء حقوق الآخرين غير السياسية. الحق الديني حق، حق ديني، حق غير سياسي، لا يجب أن يوضع على الطاولة للحرب والصراع. إذن هؤلاء الناس بقتلهم للطوائف الأخرى يحاولون إيجاد مجتمع واحد يمني واحد، هو ليس يمني، هو هجين عن اليمن. بالنسبة لليهود، من سوف، والبهائيين، من سوف يستفيد من عملية قمعهم واضطهادهم وترحيلهم سوى الدعاية الصهيونية التي تقول أن اليهود هم مضطهدين في هذه الدول العربية وأن فلسطين هي الوطن الحقيقي لليهود وعليهم أن يعودوا؟ هم يقولوا طول في كل الأوقات الموت لأمريكا وإسرائيل، وهم الآن يقدمون لإسرائيل وسيلة ليمارسوا فيها دعايتهم على مستوى العالم، أن هذا مثال حي وحاضر على اضطهاد اليهود. فإذا لماذا تلوموننا بأننا نجلبهم من كل دول العالم كي يعيشوا في فيما يسمى إسرائيل التي هي وطنهم؟ إذا بالنهاية هذا التصرف والسلوك من ميليشيا احتكرت الدولة، هيمنت عليها، هيمنت على قرارها السياسي، هيمنت على قرارها الاقتصادي، تريد أن تهيمن أيضا على حقوق الآخرين في الاعتقاد. هذه الميليشيا الآن تصب خدمة، تقدم خدمة بلا حدود للعدو الصهيوني، وهي تدعي ليل نهار أنها واحدة من أساليب الممانعة ضد هذا الاحتلال. هي تخدمه من حيث قاصدة ومن حيث لا تشعر حتى؟ لا أدري هي قاصدة أو غير قاصدة، أنا أستطيع أن هذه خدمة مقصودة لإسرائيل، أنا أستطيع أن أدعي، لأنه من سوف يستفيد من هذه الدعاية سوى إسرائيل؟ أنه انظروا إلى اليهود، عاشوا منذ السنين منذ الأزل في اليمن، منذ 1628 أتى الإسلام ولم يؤذي اليهود، بالعكس عاشوا كما المسلمين بأمان وسلام. لم نسمع أن يهود اليمن تم إيذاؤهم في اليمن من قبل المسلمين، وها هم الآن. لماذا هذا؟ ما لا أدري، أنا لا أستطيع أن أضعها إلا في خدمة إسرائيل.
نعم. أيضا أذهب إلى علي المنصوب المحامي والناشط الحقوقي، والحديث عن الاتهاد الممارس باسم القضاء الذي مسيطر عليهم الحوثيين على هذه الطائفة ومن يخدم، وما هو الغاية لهم بالنسبة للحوثيين؟ ما هي أهدافهم من اتهاد البهائيين؟ شكرا على الاستضافة. الحقيقة أنه وكما لا يعلم أن المجتمع اليمني كما ذكر الضيف العزيز مجتمع متنوع متجانس متعايش، هذه الخاصية للمجتمع اليمني ظلت منذ العصور، لم يستطع أي طرف أو جهة إلغاء هذه الميزة وهذه الخاصية للشعب اليمني. حتى الاستعمار الإنجليزي لم يستطع أن يفصل بحواجزه الجغرافية الحواجز، يعني يوجد الفواصل الاجتماعية بين الشعب اليمني، فظل الشعب اليمني متجانس متنوع، وظلت البيئة اليمنية تحتضن الجميع وتسهرهم في بوتقة الوطن الواحد. ولذلك كما لا يخفى أننا حينما نستعرض مكونات المجتمع اليمني سنجد أنه في الحديدة يوجد سوق اسمه سوق الهنود، وفي عدن وفي صنعاء حارة اليهود، وفي عدن سوق البهرة وغيرها من المكونات. المجتمع اليمني هو نسيج غير قابل للانفصال. صحيح أن هناك أقليات عرقية ومذهبية ودينية موجودة ضمن هذا المجتمع، لكن المجتمع اليمني يتعامل معها ككيان واحد وكقطعة واحدة. لم يشعر أي من 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 أولئك الأقليات أنهم غرباء عن المجتمع وعن البيئة وعن الوطن. نحن نعلم أن هناك أقليات من أصول أفريقية، وأقليات من أصول هندية، وأقليات من أصول عثمانية، وأقليات من أصول فارسية، تتنوع هنا وهناك وتنتشر هنا وهناك، لكن المجتمع اليمني لم يظهر أي نوع من النفور والتنافر فيما بينها. منذ أن ظهرت هذه الجماعة ظهرت ومارست عملية الاستقصاء وعملية العنصرة داخل المجتمع. ولذلك تجدون أن هذه الجماعة بدأت تكرس مفهوم أن قائدها وزعيمها هو ابن الرسول، وإذا فاحتكار الانتماء بهذا الأسلوب يعني وبهذا المنطق. المشكلة هي في العنصرية، يجعل الآخرين ينظر. المشكلة في الحوثيين هي العنصرية القائمة عليها هذه الجماعة، الادعاء بأنها تنتمي للحق الإلهي والبيت الإلهي وما إلى ذلك، هذا ما يجعلها تنظر إلى الآخرين كأنهم أقل بشرية وأقل أدمية وتضطهد حقوقهم. هي ظهرت إلى المجتمع باعتبار بهذا المفهوم وبهذا المنطق. ولذلك حتى التسمية الأخيرة اللي أطلقتها على نفسها بأنهم أنصار الله، يعني كأنهم يرتبطون بالله عز وجل ارتباط مباشر دون غير فئات المجتمع وطبقات المجتمع. ولذلك بدأوا في عملية التصفية العرقية والإثنية منذ وقت مبكر، بدءا من إخراج اليهود من بيوتهم ومن مناطقهم، وهم طائفة كانت تعيش ضمن مكونات وبنية المجتمع اليمني، والمجتمع اليمني يتقبلها ويتعايش معها ويجعلها جزء من نسيجه الاجتماعي. بعد ذلك اتجهت اتجاه مذهبي، فأخرجت الإخوة السلفيين من بيوتهم ومن معاهدهم ومن مناطقهم باعتبار أنهم جماعة يعني خارجة عن نطاق ما تريده هذه الجماعة الاستئصالية العنصرية. ولذلك بدأت بعد ذلك تتجه منحى آخر
وتنتشر ضمن المجتمع اليمني ليس باسم الدولة. من يظن أن هذه الجماعة يعني تستطيع أو لديها هم أن تكون دولة فمخطئ. هذه الجماعة انتشرت في القرى وانتشرت في المدن وفي مختلف أرجاء اليمن باعتبارها ميليشيا طائفية حزبية لا تمت للدولة بصلة. الدليل على ذلك أن كثيرا من يعني دخل في نطاقها وساعدها وشاركها في هذا الأسلوب كانوا أصلا متواجدين ضمن المجتمع وباسم الدولة وبالزي الرسمي للدولة، وكان المجتمع يتقبلهم على هذا الأساس. لكنهم ولنواياهم المناطقية المذهبية العنصرية حولوهم إلى ميليشيات طائفية ينفر منها المجتمع وينفر من شعاراتها. استبدلوا الزي الرسمي للدولة بالزي الميليشياوي، استبدلوا العلم اليمني علم الجمهورية اليمنية بعلمهم وبشعارهم الطائفي الميليشياوي الذي الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وهم يستهدفون الشعب اليمني. نعم، الانتماء الطائفي السلالي العنصري هو سبب هذه المشكلة، ولا يمكن لحل هذه المشكلة كما ترى إلا بالدولة، الدولة التي كانت ضامنة للجميع لكل اليمنيين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وأديانهم وطوائفهم. الدولة هي الضامنة لحقوق كل اليمنيين كما ترى أستاذ علي المنصور. هؤلاء لا يمكن يكونوا دولة، ولا في تركيبتهم السياسية أن يكونوا دولة أصلا. الدليل على ذلك أنهم فرغوا الدولة من مضمونها الاجتماعي والسياسي والعقدي وحولوها إلى شيء آخر. يعني القانون ألقوه جانبا، القيم الدستورية القانونية، نحن نعلم أن القانون الدستور اليمني يكفل الحقوق لكل الطوائف لكل الفئات بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي أو الجنس أو اللون، انسجاما مع الحقوق التي تنص عليها القوانين الدولية. لكن هذه الفئة وهذه الميليشيات تتجه منحى آخر، وتتجه في اتجاه تعطيل بنية المجتمع وإفراغ الدولة من محتواها الوطني ومن محتواها يعني محتواها الوطني ومن محتواها العقدي الاجتماعي، وبالتالي يمارسون أعمالهم القمعية الهمجية بعيدا عن القانون بعيدا عن الدستور بعيدا حتى عن العرف والقيم الدينية والقيم الاجتماعية التي المجتمع يرتضي بها. المجتمع المشتركة مجتمع. نعم، لعالم اليوم والأستاذ علي المنصوب المحامي والناشط الحقوقي، شكرا لك أستاذ دكتور منذر الحوارات. استمعت إلى ما جاء على لسان الأستاذ ويقول المشكلة هي في بنية هذه الجماعة، بنية عصبوية طائفية مناطقية سلالية بالتحديد، ولا يمكن أن تكون دولة. الدولة اليمنية كانت ضامنة لكل اليمنيين، الدستور اليمني يضمن لكل اليمنيين على أساس المواطنة وهو دستور حديث، نقيضين لا يمكن أن يجتمعا. أؤكد على كلام الأستاذ لأنه جوهري، أن هذه الأقليات التي تبني على نفي الآخر وإلغاء وجوده وعدم الاعتراف فيه واعتبار أنفسهم أنهم الفرقة الناجية، لا يمكن أن يقبلوا بوجود تحالف اجتماعي يكون دولة. وبالتالي عملية التفاوض مع هكذا فئات أو هكذا عناصر منشقة تحت سقف الدولة هو خطيئة كبرى، لأن هكذا جماعات تؤمن فقط بتكريس نفسها، وتؤمن فقط بالقوة، وتؤمن فقط أن الآخرين هم خصوم غير ملغي. آخر ملغي خصم غير ملغي، لا الخصومة السياسية انتهت بالنسبة لهم، لا توجد خصومة سياسية مبنية على النقاش وتداول الرأي، الخصم مقتول. وأقرب حليف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حينما قتلوه بطريقة شديدة الوحشية وكانت لا تمت لأي صلة بشكل من الأشكال لحقوق الإنسان، حينما يموت أن يموت بدون أن تعرض جثته على الملأ وهو حليفهم فعلوا فيه كذلك، فما بالك بأعدائهم وبأقليات ضعيفة جدا ضعيفة مثل البهائية يمكن لا يصل عددهم إلى 65 فرد. لو وصل إلى مجموعة قليلة يجب أن يحموا بالقانون،
يعني مجموعة من الأشخاص أحيانا أقلية قليلة، من يحميها؟ 65 يعني البهاية لا يصل عددهم إلى 65 يمكن. طيب من يحميهم هؤلاء سوى إنه قانون يحميهم؟ ليس لهم عصبة ولا قوة ولا سلاح، الدولة ولا قانون الدستور لا يحميهم إلا الدولة. هؤلاء الناس، هذه الأقلية، هذه الفئة الخارجة عن الدولة، ألغت الدولة واحتكرت سلاح الدولة واحتكرت مال الدولة، وتريد أن تؤطر الجميع في إطار قناعاتها. هذه القناعات هي قناعات شاذة غير صحيحة، هذه قناعات غير يعني العالم يتحدث عن العولمة وسيادة الأفكار المتعددة والتواصل بين المجتمعات والنقاش الدائم والمستمر حول القضايا الخلافية، وهؤلاء الناس يريدون أن يأتي الناس ليقتنعوا بأفكارهم وأنهم منتخبون من قبل. كلمة أنصار الله أتعلم ماذا تساوي؟ تساوي أن من يعاديهم يعادي الله. حينما وديش الرب مثلا في أوغندا الذي ارتكب، حينما يطلق التسميات، هذه التسميات لم تأتي عن فراغ، هي أتت كي يكون خصمي ذهني، هو خصمي الله. حينما أقول أنا كيف أعادي أنصار الله وهم أنصار الله، أي شخص عادي، ولكن حينما يدرك يعني حتى تقنع العامة من الناس والناس البسطاء أن هؤلاء الناس ليسوا هم حقيقة أنصار الله، هم أنصار أنفسهم وأنصار وأنصار رغباتهم الدنيوية، أنت بحاجة إلى وقت طويل حتى تقول للمواطن البسيط هذا ليس نصيرا لله، بل هو قد يكون عدوا لله. إذن طريقة اختيار التسميات، طبعا لو كانوا سلميين سوف نحترم كل شيء لهم، ولكن هم اعتدوا على فرض قناعاتهم العنصرية. تخيل اليمن دولة عزيزة على العالم العربي كله، اليمن دولة أساسية في الموروث الذهني لكل عربي، أن اليمن هي أساس العرب، في كل عربي يناقش حينما تجلس معه في موروثه الذهني في قناعاته الراسخة أن اليمن هي أصل العرب وهي أصل العروبة. حينما هذا الأصل تستقوم فئة قليلة بإيصاله إلى هذا المستوى من التشتت، إذن يجب أن يتحالف الجميع ضدها، لأنها هذه لا الفئة لا أعتقد أنها تخدم اليمن، بقناعة الشخصية أنها تخدم كل شيء في الدنيا إلا اليمن. هي تخدم يعني حولت اليمن ربما من خلاف سياسي قد يصل إلى حالة من الصدام المسلح، وهذه طبيعة الدول والأمم حينما تختلف ولا تجد وسائل للحل. هم أوصلوا الصراع في اليمن أو حالة الاقتتال في اليمن إلى حالة اقتتال دولية، حولوا هذا الاقتتال الدولي والصراع إلى حالة اقتتال يمني يمني، ويعلم الله متى سوف ينتهي، لأنه هي الآن الصراع يعني يبدو أنه إذن اتخذ مسارات ربما الآن هو يتخذ مسارات ومصالح دول غير أمم وشعوب غير اليمني، وأيضا حتى مسار ربما عنيف تجريف هو تجريف لبنية اجتماعية لتعايش اجتماعي. أحسنت القول. نعم. سأعود إليك أستاذ، وأرحب أيضا بتوفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام، وأحول أيضا قضية البهائيين بالتحديد والاضطهاد الذي يلاقونه، خاصة في سبتمبر الماضي كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان قد عبر عن قلقه كما هي العادة وكما هي عادة الأمم المتحدة من الاضطهاد الحاصل للبهائيين في اليمن، لكن لماذا لا تشهد هذه القضية على الأقل الضغط من قبل هذه المنظمات أو على الأقل الدول التي لديها علاقة مع الحوثيين لوقف الاضطهاد الحاصل بحق البهائيين وإطلاق سراحهم والسمح لهم حتى أيضا بالسفر والمغادرة من احتجاز الحوثيين؟ توفيق، ما لديك حول هذه القضية؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم وبضيفك وجميع مشاهدي قناتكم الكريم. أولا ما نود أن التأكيد عليه بأن حرية الرأي والفكر والمعتقد في اليمن شهدت انحدارا كبيرا للأسف الشديد، خاصة من بعد سقوط العاصمة صنعاء، وشملت مستويات متعددة ووصلت إلى أماكن أو زوايا ربما لم يكن الناس يتوقعون أن يصل إليها. هذه المضايقات طبعا لدينا أسبابها تراكمات سابقة، ربما فشل مشروع الدولة السابق في بلورة مشروع حقيقي لمفهوم المواطنة، مما أدى إلى بروز الأفكار الضيقة التي ممكن أن نضعها بين قوسين بالعدمية، وهي أفكار في حقيقة الأمر تخالف كافة المواثيق الدولية التي نص منها العهد الدولي لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية على أن البشرية أسرة واحدة، بمعنى
أن التنوع في الفكر والتعبير والعقيدة أساس من أسس الحياة التعايشية الكريمة القادرة على إنشاء مجتمع متجانس الإبداع. قضية البهائيين نحن في منظمة سام رصدناها منذ البدايات الأولى وأصدرنا مجموعة من تناولناها في تقارير منظمة سام الشهرية، وكان هنالك انتهاكات واضحة متعلقة بحق التجمع ومداهمات مقراتهم في صنعاء واعتقال ما يقارب 60 ثم تم إطلاقهم لاحقا. كان هنالك أيضا مضايقات لهم في مطار عدن الدولي من قبل قوات الشرعية في ذلك الوقت. كان هنالك أيضا إجبار أو تجنيد إجباري لأولاد بعض البهائيين في العاصمة صنعاء، وبالذات خاصة نعم توفيق، يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود إليك توفيق. الكلام لك أستاذ، ويقول التعايش والتنوع في اليمن كما أسرت أنت أيضا أنه شهد انحدارا كبيرا بصعود هذه الجماعة المغلقة والعنصرية، ما هو الحل دكتور؟ وكنا تحدثنا قبل ذلك عن الدولة. نعم، إعادة الدولة اليمنية بالفترة الراهنة بالحالية هو مرهون بالقضاء على هذه الجماعة. لا يمكن أن تنشأ دولة وفيها تنظيم مسلح بهذه القوة وبهذا الدعم الدولي من دولة إقليمية كبيرة هي إيران بتصوري وقناعة الكثيرين أن إيران داعمة رئيسية لهم، وربما هي مغذي لهذه القناعات المتطرفة التي ظهرت عندها الطائفة الزيدية التي كانت تدعى سنة الشيعة، كانت في السابق تدعى سنة الشيعة، الآن تحولت إلى 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 شكل أكثر تطرفا وعداء للآخرين. والمشكلة ليس للتوضيح ليس في المذهب الزيدي بحد ذاته، إنما في فكرة في هذه الفكرة، في الفكرة الاصطفاء البطنين في أسرية داخل هذه المذهب. في أسرة. في أسرة معينة. نعم. وهم استغلوا، طبعا استغلوا كل المقولات المذهبية التي تنطلق من إيران. نعم. نعم. الآن لا يمكن إلا أن يتدخل المجتمع الدولي في إيجاد وفرض القانون في اليمن، وهذا لن يتم بالصيغة الحالية. المجتمع الدولي مقصر بحق اليمن، لا أدري أي إهمال تتركه الأمم المتحدة بس فقط تعبر عن قلقها الشديد من القضايا. هذا هو اليمن الذي يجب أن يكون آمنا مستقرا، لأنه باختصار شديد على مدخل منطقة مهمة من العالم هي الخليج العربي، وعلى باب المندب، وعلى جزء مهم من التجارة العالمية. استمراره بهذا الشكل وبهذه الطريقة من الاقتتال والاحتراب الداخلي لن يجعل المنطقة في أمن وسلام، ولن يدخل المجتمع الدولي الأمن والسلم طالما في دولة بهذه الأهمية الجيوستراتيجية موجودة وفيها كل هذه المشاكل. اليمن من حقه أن يستقر بعد كل هذا العناء، لا يمكن أن يستقر بدون دولة. الدولة هي حصيلة اتفاق اليمنيين، ولكن من يحمل السلاح على اليمنيين لا أتصور أنه سوف يجلس إلى طاولة حوار ما لم يهزم. ما لم يهزم. يعني يهزم هذا المشروع وأيضا ينزع منه السلاح. نعم. وتسود الدولة على كل ما لم يهزم. ما لم يهزم هكذا مشروع لأجل المستقبل أيضا. ما لم يهزم لا يمكن أن تستقر أي دولة يمنية في المدى المنظور لسنوات طويلة. طالما بقي الشكل توافقي، التوافق لن يحل المشكلة مع هؤلاء الناس، لأن مطالبهم ليست مطالب تحت سقف الدولة، هي أعلى من سقف الدولة. وإلغائية لمفهوم الدولة، هي بمجملها إلغائية لمفهوم الدولة. وبالتالي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتفاهم مع أناس لا يريدوا الدولة أساسا، ويقومون أيضا على إلغاء، إما أن أقتلك أو أحكمك. نعم. أن لا يوجد خصومة سياسية، ليست موجودة، أن الخصم إما مقتولا أو محبوسا. نعم. الخصم يعني لديه يعني معركة صفرية، يعني معركة إما صفرية، أن تقتلك أو تقتلني. إما أنا أو أنت، أو إما أكون أنا أو لا تكون. وهنا يجب أن لا يكون هو حتى تعود اليمن كدولة، ليكون الجميع، ليكون الجميع. نعم. ليكون جميع اليمنيين يجب أن يختفي هؤلاء على الأقل بصيغتهم المسلحة. نعم، وهي الفكرة الواضحة من هذه المعركة. نعم الأستاذ أو الدكتور منذر الحوارات الباحث المالي الاستراتيجي، شكرا لك على وجودك معي هذا المساء، كما أشكر أيضا ضيوفي الأعزاء من تعز الأستاذ علي المنصوب المحامي والناشط الحقوقي، وكذلك أيضا توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق بمنظمة سام الحقوق. أعزائي المشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من المرصد الحقوقي، في أمان الله.